السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل على كل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النهار في كل مكان. النهاردة يعني هنعمل وصفات كده حلوة نستعد بيها مع حبايبنا وإخواتنا المسيحيين، استعدادا لأنهم هيبقوا خلاص إن شاء الله أسبوع جاي هيفطروا. كل سنة هم طيبين. هنعمل حاجة لطيفة، لطيفة لينا ولطيفة ليهم. سواء هم يعني إحنا بنقول إيه دايما في العزومات، لو احنا عدد كبير واحنا متفقين احنا نعمل ديك كامل، خلاص تمام، خير وبركه وربنا يبارك في اللي موجود. لو احنا في ناس ما بتحبش مثلا الجزء الاحمر اللي في الديك الرومي، بتحب الصدر، في ناس الصدر بتحب الجزء الثاني، فممكن نقسمه. انا قلت النهارده بما ان الصدر هو الايشو في اكتر الاماكن واكتر الاوتيلات واكتر المطاعم بيبقى بيستخدم اكتر، فالنهارده قلنا هنجيب الصدور المخليه وهنربطها نعمل منها وصفة لطيفة يدخل رستو في الفرن. الفكرة من ان الرستو لما بيدخل من اول يوم في الفرن نقدر لما نسقعه تاني يوم يبقى بارد، تقطعوه بقى وتاكلوه في سندوتشات، تعملوه بقى مع خس ومايونيز وتحط تقطعوه وتحطوه على سلطات، تعملوا كل اللي في نفسكم فيه، فانا استفدت فيه في المرحلتين. بتبقى بصراحه رائعه، بيبقى كويس قوي، بيرمي كم اكبر في العزومات. تعالوا كده نقول بسم الله. انا النهارده هعمل جنب العرق ده شويه رز، خلينا نبدا بيهم الاول عشان ابقى شغلتهم. شويه رز برياني طريقه لطيفه، هزود له شويه حبشتكنات كده، حاجات صغيره يعني، لو عندي تنتين مجففتين من رمضان هنقعهم في شويه ميه وهاخدهم استفيد بيهم. عندي ملح، شويه مشمشيه، شويه قراصيه، شويه بصل مقرمش، التوابل بقى والبهارات بتاعتي، الكباب الصيني والثوم والبصل. وتعالوا كده نبدا مع بعض. انا مسخنه الحله وهستخدم النهارده الحله الحلوه بتاعه برايدز هاوس، عندنا قراصيه وعندنا ثوم وعندنا بصل وعندنا طبعا مكسرات حسب الرغبه، معلقه زبده واحده للطعم، عندنا كاري وعندنا كركم، عندنا ورق لورا، عندنا حبهان، عندنا قرفه، كل الحاجات الحلوه دي. بصوا انا هاخد كده البصلايه في الاول وانا مسخنه الحله الاول، والحلل دي يا جماعه احنا اتفقنا انه برايدز هاوس هي الوكيل الوحيد لاطقم كيتشينوفا لانها براند ايطالي بتصنيع مصر. يعني هو طقم بيبدا من 13 ل 20 ل 23 على حسب المقاسات لحد 32. مميزات الطقم ده انه في حلل 28 و32 بيبقوا مع بعض، كاسرولا مقاس 18، مقلايه مقاس 28، جريل 28، طاجن 35، الغطا ده من الستانلس 18 على 10، ده جرانيت واخد طبقه تيتانيوم يا جماعه، طبقه حمايه زياده، طبعا ضمان 3 سنين. اليد بصوا انا ماسكه الايد اهو على النار، هوريها لكم دلوقتي وحاضر، وهي سمكها 4 مللي، قاعده 5 مللي. بصوا بصوا انا ماسكه اهو، وادي النار تحتها شغاله، هي مش باينه حمراء بس اهي بايديا وشغاله اهي قدامكم بتستوي فيها. اليد دي من الباكلات العازل للحراره، ونقدر ندخلها الفرن بكل سهوله يا جماعه، نقدر تتقدم على السفره حلوه جدا. الواناتها كتيره اسود واحمر، بيعملوا في الجمعات البيضاء خصومات، بيوصلوا كل محافظات مجانا. الاطقم للعرايس ادخلوا على الصفحه، انا عايزاكم بس تدخلوا كده تاخدوا سكرين شوت من الصفحه وتخشوا عليها تتفرجوا على الحاجات الموجوده، في ستانلس وفي الومنيوم وفي ميلامين وفي اطقم رائعه رائعه باحجام واشكال مختلفه تصلح لكل استخدام امهاتنا لعرايسنا. وعلى فكره طقم واحد يكفي لسبب، احنا كنا الاول بنجيب حلل صافي، نضطر بقى نجيب صواني ونجيب جريلات ونجيب كاسرولات فاحنا ممكن طقم شافي يوافي لاي عروسه مبتدئه، كفايه جيبي جنبه طقم تاني كده جمعيه حاجات بسيطه قوي، مش لازم تبقى تكلفه عاليه، بس اجيب طقم يعيش واحافظ عليه وليه ضمان 3 سنين. والميزه كمان خدمه ما بعد البيع، ودي برده من الحاجات المهمه، ان خدمه ما بعد البيع ان انا الاقي قطعه الغيار، مش الحله تتقطم عندي يبقى شكلها باظ وراحت في الوباء. لا احنا بقينا بنعاني انه سي مثلا حلل البريستو بتاع زمان، وانا ده عندي من مامتي ومن حماتي وكل اصدقائنا اللي عندهم من ماماتهم، مش لاقيين لها الايدين، ولو موجوده بتبقى خلاص مش هتلاقي تاني لو لا قدر الله حصل فيها حاجه، فدي برده حاجه مهمه جدا. اللي واخد طبقه تيتانيوم يا جماعه طبقه حمايه قويه جدا عشان الخدش، وانا قبل كده اشتغلت بالويسك. طيب تعالوا بقى كده ناخد، هاخد هنا انا حطيت البصل والثوم، شويه زيت، رشه ملح وفلفل، مكعب زبده، بحط البصل المقرمش بيدي طعم وتست حلو. هاخد بقى التوابل اللي هي ايه اللي هي لازم تتشوح بقى في الاول تطلع نكهتها الحلوه علشان ايه تديني ريحه وطعم، رشه بقى من الكباب الصيني،
حبه هنتين حلوين كده كام واحده بدوس عليهم كده عشان ابقى اطمنت انها فتحت عشان تديني الريحه من جوه بالبذور بتاعتها كده. بصوا هنقلب تقليبه حلوه تطلع ريحه التوابل الحلوه دي، شوحها كده تشويحه حلوه. حتى لو التوابل كانت عندك ما هيش احلى يعني ايه، ما هيش فريش قوي، عود قرفه. هاخد بقى هنا بصوا هنخلي كل الحاجات المجففه على الوش في الاخر، مش هحطها دلوقتي خالص. دلوقتي بقى هضيف الرز. وتعالوا ناخد ام اسلام. صباح الفل. صباح الهنا يا حبيبه قلبي. اهلا 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 حبيبتي. حتى لو انا بره إيه؟ ولا انا في البيت لازم اكلمك. يا روح قلبي ربنا يديك الصحه والعمر يا حبيبتي. شرف ليا ليكي بجد والله على كل حاجه. تسلمي يا روح قلبي. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. سنه سعيده عليكي يا رب وعلى كل قناه النهار. امين يا رب العالمين. وعلى حبايبك كلهم يا رب. امين يا روحي وانت من ضمنهم. امين حبيبتي يا حبيبه قلبي. ربنا يسعدك يا رب. امين يا رب. احنا انت يا ام اسلام ما تحرمش منك. اتفضلي يا حبيبتي. شكرا ليكي. الله تسلمي يا حبيبه قلبي. شكرا. بصوا بقى اخر حاجه بحطها على الوش الحاجات المجففه، لان هي مش عايزه احطها تحت تتهري، فبحطها اخر حاجه من فوق. شويه بقى الزبيب والمشمشيه هسقي بال مرق خضار او ميه سخنه بتغلي زي ما هو عندي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. كل كوبايه رز بسمتي جافه عليها كوبايه ونص ميه. دي ولا اتنقع ولا جرى له حاجه، يعني زي ما هو سليم من الكيس على الحله بس. خلاص الريحه طبعا رائعه. هظبط بس تاتش الملح الاخير. بسم الله. وناخد هاجر. يا هاجر الو. اهلا اهلا. صباح الفل يا حبيبتي. انا بحبك قوي يا روح قلبي وانا كمان بحبك يا حبيبتي. تسلمي لي. الرز البرياني يجنن. انا النهارده هجربه على فكره بقى. طب جربيه وليه رايك بجد والله. توليفه انا فنون. انا عندي 24 سنه بس بحب اجرب كل حاجه. ما شاء الله عليكي العمر كله يا حبيبتي. طب قولي لي بس رايك في توليفه التوابل هتبقى عامله ازاي. خلاص ماشي انا هجربه واكلمك اقول لك بقى طلع عامل ازاي. هو اكيد هيطلع حلو. يا حبيبتي تسلمي. حلو عشان من ايديكي يا روح قلبي. ربنا يخليكي. تسلمي على كل حاجه. تسلمي يا قلبي. تسلمي يا عمري. كلك ذوق يا حبيبتي. شكرا ليكي. عايزه منك طلب بقى صغير. اموري. عايزه طريقه بسكوت بالبرتقال. من عيني. انا هعملها علشان اخواتنا المسيحيين وهعملها عشان خاطرك. تسلمي. هعملها لك بطريقه جميله وتست عالي والبرتقال الفريش. ربنا يخليكي. تسلمي. تسلمي يا عمري. تسلمي. تسلمي. شكرا ليك يا هاجر. بصوا بقى اول ما بيغلي التركه بقى اللي في الرز بوطي. لازم اوطي كاني خلاص من الوقت ده بوطي، ما بستناش لما يتشرب. خلاص اهو واقفل بقى واسيبه يتشرب. لا هياخد نقطه ميه زياده ولا حاجه. وطبعا حسب نوع الرز، يعني احنا مع التعاملات هنعرف ايه الحلو في الموضوع. الرز ده لو حطيت شريحه برتقال واحده هتدي تيست وطعم، لو حطيت شويه جزر مبشور هتدي تيست وطعم، لو حطيت شريحه ليمون على الوش هتدي تيست وطعم، هتحسوا كده فيه طعم جميل. ممكن الليمون اللومي ينفع برضه. خلاص خليني احط شريحه واحده من الليمون ده عشان انا بصراحه بحب الطعم الايه اللي بيبقى فيه مزازه سيكه بيبقى حلو قوي. طيب تعالوا بقى نبدا في العرق. انا هنا هسخن الجريل بتاعي اهو وهبدا اعمل عرق سريع وبسيط. سريع وبسيط ازاي هقول لكم حالا. طبعا تتبيلات كتير عملناها، ادخلوا اعملوا سيرش مش هتلاقوا حد اكتر مني عمل عروق رستو ورومي باشكال وانواع مختلفه. واقول لكم كمان العرق ده لما يبرد ويقعد وتلاقوه ناشف وما انتوش حابينه اعملوه على طول بيكاتا وحطوا له صوص واستخدموه في بيكاتا بالمشروم وحيه واعملوا جنبه رز ابيض هيبقى ممتاز. طيب يلا نقول المقادير يا روان. نزل المقادير بعد اذنكم. يلا حبايبي بسم الله. اولا للعرق الرومي عندي صدور الرومي. طبعا انا بطلب من وانا موجوده في المكان انه يربطه لي او احنا ربطناه مع بعض قبل كده. طريقته سهله وبسيطه. المقادير معانا نحط بقى خضار معاه نحط اي حاجه اللي انتوا عايزينه. انا هستخدم النهارده البصوا الصينيه الحلوه دي بتاعه ايه برايدز هاوس. بصوا بقى الجزر والبصل والكرفس هنعمل ده بوكيه جارنيه تحت الايه تحت العرق. وهتبل العرق بتتبيله بسيطه وسهله في بوله لوحده. المقادير على الشاشه صوروها انا مش عايزه اضيع وقت عشان ابقى مع حضراتكم بشكل لطيف. ممكن نتبله هنا. بصوا بقى هجهز هنا البوكيه جارنيه. انا عندي بصل اخضر بستحب استخدمه جدا، بحب استخدمه جدا بيدي طعم وتيست. وعلى فكره بستخدمه في الطهي كمان. عندي جزر وعندي بصل وعندي كمان عود روزماري. يا جماعه بفرفط شويه
خلاص، وباخد شويه في ايدي بقطعهم كده، اخدهم ايه مع تتبيله العرق نفسه، يعني شويه هنا وشويه بحطهم هنا، هم شايفين اللي هم متقطعين دول، بخليهم هنا فرومهم شايفين، وشويه زعتر فريش. لو ما عندكوش فريش طبعا، هو الفريش بيدي تيست وطعم روعه، ده الزعتر حط شويه، وهسيب شويه للايه للعرق، وادي الروزماري. طيب هاخد فصين ثوم معاهم كده حلوين، ورقتين لورا وثلاثه، شويه حبهان كده فصين ثلاثه عندي كمان. انا حاطه هنا يا ولاد فين الكباب الصيني، حطيتوها فين؟ اه ماشي اهو. و اللهم صل على سيدنا محمد. هاخد بقى انا الثوم والباودر كله، كل الحاجات البودره هستخدمها. بصوا عروق البصل دي ممتازه، بيدي تيست تحفه. عندي كسيايه، على فكره الخضار ده بيتاكل قبل العرق، لان هينزل وهيسرد ميه، الميه دي اللي هعمل منها الصوص بتاعه. طيب هناخد معاهم ايه بقى؟ هناخد كده رشه ملح، رشه فلفل، وعندي هنا شويه كمان من الفلفل الالوان، وقرن فلفل. بصوا الخضار ده هيتاكل، عارفين الخضار ده لما بينزل مع صوص باخد منه شويه مع الصوص اللي نزل، اضربهم في الخلاط واصفيهم، وابدا اعمل له معلقتين الدقيق اللي بخلي لونهم بني مع معلقه زبده، وانزل عليهم بالصوص ده، واخفه بشويه مرق او ميه، وبعدين احط لو عندك كريمه حطي، ما عندكيش ما تحطيش، رشه ملح وفلفل وبهارات او كباب صيني. شايفين الجمال؟ تعالوا بقى. ماشي يا روحي، بصوا كده ادي ايه، رشه من زيت الزيتون واحده بس. وبعدين هاخد بقى هنا في الجريل شويه زيت، انا هنا هتبل العرق بحاجه بسيطه، يفضل طبعا يبقى من قبلها. انا ما بنغسل العرق الرومي يا جماعه زي الروستو زي بتاع اللحمه، لا، لان اللحمه بيدوب فيها، في الرومي ما بيدوبش، بيفضل التومه نيه من جوه، فانا ما بيدوبش الا في السلق بس. خلاص طيب انا عامله روستو في الفرن، فانا هحط الحاجات دي باودر او مفرومه، مش هنغزه، انا هنغزه عشان يشرب بس التتبيله. خلاص كده كم نغزه واحده في الحروف، بيبقى اربعه من فوق واربعه من تحت، عشان ايه ابقى يعني حاولت ادخل في كل المزام بتاعته. خلاص طيب هاخد كده رشه بقى من الملح والفلفل، يفضل طبعا التتبيله دي تتضرب في الكبه او في الخلاط، واسيبه فيها شويه في كيس من اكياس التغليف علشان يتشرب من التتبيل. رشات بقى البهارات بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها، مع الروز ماري، مع توابل الايه الفراخ او البهارات. بصوا الجمال. ماشي يا حياتي، عندي كمان فص ثوم، الحاجات دي كلها وادخل كده بايدي في الاماكن عشان يدي تيست وطعم، لكن ما يبقاش لازع. خلاص شويه كده من الروز ماري وال رشة زعتر خفيفة، لو عايزين تحطوا معلقة بسيطة دبس رمان، أو شوية صويا صوص، بيدي طعم وتست حلو جدا. بصوا بقى الجمال. تعالوا بقى، مش عايزة أفكه قوي عشان هو مش مربط أحسن حاجة، احنا بنربطه ليه في الآخر عشان ياخد الشيب ده. بصوا بقى شوية زبدة كده مذابة مكعب كده، وهنزل العرق ده ياخد صدمه قبل ما احطه على الايه الخليط ده. بسم الله اهو، شايفين ازاي؟ بسم الله، مش هحركه، خليني اشيل ده ونمسح كده الزروته. احنا خلاص خلاص تمام. طيب نمسح كده، طبعا الزيت ما نسيبهوش كتير، نتمسح على طول، يقفل المسام بتاعته، ونبدا ناخد كده. حاضر، عايز اوريكم بس الرز. بصوا الرز، شايفين الرز؟ تعالوا شايفين الجمال؟ بصوا الرز هيبقى عامل ازاي، هوريكم حالا. بصوا يا امامير، هوريكم كده بالشوكه، شايفين لسه هيتشرب، اهي دي بقى هيطلع روعه ومفلفل وتحفه، والفواكه المجففه ما تهرتش، وقادرين تحطوها في التشكيل، ونجمل بقى بشويه ايه مكسرات. يا سيدي ناخد بقى العرق القمر ده، هنزله هنا، خليني بس ايه اظبط، ايوه، وهناخد
معلقه واحده بس من الزيت وشريحتين ليمون جنبه. اللي عايز يحط عصير برتقال ماشي، عصير ليمون ماشي، معلقه خل ماشي، مفيش مشكله. الزيت ده على فكره زيت زيتون، احنا كنا عاملينه يعني ناقعين فيه روزماري وسايبينه كده بيقعد معانا في المطبخ، بيدي تيست حلو قوي يا جماعه. الزيت لما بيبقى منكه بيبقى تحفه. ادي الصينيه بتاعت الطقم بتاعنا اللي استخدمناها رائعه. هنعمل ايه بقى؟ ضمانا هحط كده نص كوبايه ميه سخنه وشكرا. بعد نص كوبايه الميه السخنه هنا في الناحيه دي اهي، بسم الله، بعيدا عنه خالص، حاجه بسيطه خالص، ونغلفه وندخل الفرن ياخد بقى يعني ايه التسويه الحلوه بتاعته. يطلع بقى من الفرن حاجه كده ايه، نسيبه متغطي ربع ساعه، ما نقطعوش ابدا وهو سخن عشان السوائل ترجع تاني في مكانها، ما ينشفش ويتفل وما ياخدش اوفر كوكت. تعالوا بقى نعمل شويه سلطه، خفاف، زراف، الكرنب موجود، عايزين نستفيد منه مش بس في المحشي، محشي محشي، واتفس اتفس واتخن اتخن. تعالوا بقى نعمل بيه شويه سلطه حلوين. حاضر، بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، سلطه بسيطه وسهله. نضف بس هنا كده. حاضر حاضر يا روان، يلا ناخد بس بوله صغنونه كده ازاز. بسم الله، بصوا بقى، هحط اول حاجه الدريسنج، انا هستخدمها بالزبادي اليوناني. زبادي يوناني، عندي رشه ملح ورشه بسيطه من الفلفل، نقطتين من خل التفاح. هقلب الخليط ده. عندي بصوا رشه بسيطه من السكر، ممكن تبقى معلقه عسل على فكره، يعني مش عايزاها مسكره قوي. هحط شويه كرنب كده احمر، عايزين تحطوا ابيض ماشي، عايزين تحطوا ابيض واحمر ماشي، عايزين تحطوا جزر، يعني هو بصراحه بيبقى سلطه جميله ولطيفه ومحببه وساقعه، ما بتسقع كمان كده تمام. بصوا كده تمام كده اهو. ممكن بقى اللي عنده معلقتين لبن، اللي عنده معلقتين لبن يقدر يحط معلقتين لبن مع الخليط الحلو ده، شايفين كده اهو. هنقدم حالا، يلا بينا. ماشي يا قمر، جدع انك فكرتيني يا روان، شكرا ليكي حبيبتي، بسم الله. بصوا كده، دي بقى تقعد تتغطى ومعلقتين لبن عليها، وهتبقى من السلطات الحلوه الساقعه. عاملينها بالزبادي اليوناني، احنا مش عايزين حاجه يعني فيها مايونيز كتير. ويلا بينا. حاضر يا قلبي، واحنا خلاص شايفين الجمال، بس كده. دي تسلموا يا حبايب قلبي، فصحه وهنا بقى على قلبكم، تاكل كده ساقعه وجميله. والرز بصوا اول ما بيطلع، انا طبعا اقدر اغرف شويه رز برضو. ماشي حبايبي، انا هو ومخرجنا بيستعرض، انا هغرف بقى شويه الرز السخنين دول عشان ايه اصدقائنا. يلا بينا نستعد بقى مع حضراتكم الفاصل، وانا بغرف معاكم الرز القمر ده اللي طالع. ويلا بينا نستعد للفقره اللي جايه، هي فقره مميزه حضراتكم بتحبوا تسالوا فيها على حاجات كتير جدا، فخلينا ايه نشوف مع بعض ايه الجديد اللي معانا. مستنياكم بعد البريك، بسم الله. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. طبعا مشاغل الحياه دايما بتلهينا وبتخلينا ننسى نهتم بشكل جسمنا وزنه، وبالتالي اكيد ما بنقدرش نتحكم كمان في انظمتنا الغذائيه اللي احنا بناكلها، الوزن بيزيد بشكل اكبر واسرع، وطبعا في الاخر بينتج عنه ازمه نفسيه للاسف. خلينا نشوف ونعرف ازاي نتخلص من زياده الوزن مع ضيفتنا اللي منورانا النهارده، دكتوره صفا فتحي، استشاري التغذيه الاكلينيكيه. اهلا بيكي يا صفا. صباح النور، عامله ايه يا جميله؟ كل سنه وحضرتك طيبه. انتي طيبه، حضرتك الجميل دايما يكبر ويكبر، والحب بتاع الناس يزيد. امين يا حبيبتي، اللهم امين. طيب انا بقى عايز اسالك اول سؤال، قولي لنا ايه هي
يعني اسباب السمنه اديها لنا كده وبتيجي في اشكال عامله ازاي. حلو. وازاي احنا نبدا يبقى عندنا كده الارم يقول انت. حلو. دلوقتي محتاج تاخد قرار انك لازم يعني تاخد شكل ايجابي انك تتخلص من السمنه دي. بصي اسباب السمنه مبدئيا كل الناس بتتعدى تقول مريض السمنه ان هو بياكل كتير. مفيش حاجه اسمها ان مريض السمنه بياكل اكل كتير. مريض السمنه عنده ممكن يكون شهيه مفرطه بسبب الهرمونز او بسبب مشاكل نفسيه يعني خارجيه او ان يكون جيناتكس اصلا البيت كله وراثه عامل المشكله دي. مظبوط. وفي الثلاثه مريض السمنه يجب ان يؤخذ بعين الرأفه ولازم نحط في تفكيرنا دايما ان احنا نفكر فيه ان احنا نتعامل معاه بطريقه مش ان هو نقول ده انت ما بتاكل كتير لا في بقك ما تاكلش انت اللي عامل كده في نفسك. احنا كده بنضايقه مش بنضايقه احنا مش بنحل المشكله غير كده كده هو كده اصلا مش بمزاجه. 90% من امراض السمنه مش بمزاجها. يعني مثلا عنده كان رياضي وقعد وكان بيعدل معدلات حرقه كانت زمان كذا كويسة. وبقت قعد قلت بعد ما قعد ابتدى جسمه يزيد. او واحد عنده الغده الدرقيه فجاه او جينات اصلا قالب البيت كله مليان عنده غدد دهنيه يعني زي ما كانوا بيعلمونا كده في البورد الامريكي يقول لك الطبق ده واسع والطبق ده صغير. مقدار الميه اللي هتتحوش فيه جيناتيكلي هو شكله كده وده شكله كده. تمام. لما اجي اتكلم واقول ان انا الومه او اوجه له لوم او ان انا اقول انت السبب الرئيسي في انك مريض سمنه لا انا المفروض كده مش دكتور تغذيه كويس او مش دكتور تغذيه دارس صح. المفروض ان انا عليا هروح متوجه ان انا اخسسه ثم اعرف السبب يعني لازم الاثنين مع بعض شكله. لازم ابقى صريح معاه. أيوة. وهناخدها ستبس بقى. ايوه صح. المهم يخس في الاول عشان الراحه النفسيه. أيوة. وفي خلال ما انا بخسس اعرف الاسباب والغي الاسباب عالج السبب عالج الكوز ينتهي العرض. السمنه عرض حاجات داخليه كتير الغده الدرقيه قله المراره الجهاز الهضمي كله. الناس تقول لك لا المراره بس او الغده الدرقيه بس هي جهاز الحرق. لا غلط. من اول بقك كده لحد الكولون كل ده بيجهزك يا تبقى مريض سمنه يا تبقى عندك حرق عالي كويس عندك جرثومه عندك ارتجاع في المريء عندك حموضه عاليه عندك ألسرز عندك اي مشاكل في الجهاز الهضمي هتتادي الى يا اما واحده رفيعه وعندها مال نيوتريشن عندها سوء تغذيه او واحده تخينه جدا وعندها ايه سمنه مفرطه او سمنه في مناطق معينه. فاحنا دلوقتي لازم نفكر مع بعض ان مريض السمنه ده حد سنسيتيف جدا حساس جدا حاول كل حاجه في ايديه علشان يخس ومش هقول فشل هقول حتى لو وصلش للنتيجه اللي هو عايزها اجهدته اجهدته يعني تعبتني قوي جسمانيا ونفسيا. اه يعني مثلا لو حد حاطط دماغه ان هو كل يوم يلعب رياضه انت كده حاطط لود على اللايف ستايل بتاعك لو ما كانتش في اللايف ستايل ما بينزلوش يعني في ناس متخيله ان انا لما هروح الجيم انا هخس هو مش بيخس هو أيوة. في حاجات كتير مترتبه مع مروحه الجيم بالظبط كده او ان هو مثلا يروح قارس على نفسه في الاكل قوي او ان هو يشيل نوع معين من الاكل يقول لك كيتو مثلا او نوع يشيل الكارب يحط دهون وبروتينز عالي او ان هو يعمل داش دايت والداش دايت ده برضه نورماليزيشن بتاعه هيخليك كويسه في التخسيس ولكن الحقيقه مش لمرضى ليه مش لمرضى السمنه. لو جالي واحد 150 حتى لو انا مشيته على افضل انواع الانظمه الغذائيه في العالم اللي هو الداش دايت لمرضى السكر وحميه التغذيه العالميه لو انا مشيتك عليه وانت مريض 150 حضرتك مش هتنزل 150. يبقى انا دلوقتي محتاجه حاجه طبيه عامل مساعد عامل قوي مساعد ومش عايزه منك تقفل بقك ومش عايزه اكئبك ومش عايزه اغير لك حياتك كلها اقول لك روح رياضه او كذا وانجح معاك بصوره سريعه كون بقى ان انت تغير معايا بعد ما ارتفعت روحك المعنويه اللايف ستايل بتاعك وتخش في المود وتبتدي تفكر في عوامل لا انا هاكل شوفان كتير انا هاكل رده انا الدايت بتاعي يبقى فيه حموضه ودول برضو بنسب ما هو احنا برضو ليهم سعرات اي انا فاهمه بس انا قصدي وما كانش فيه حسبانه تماما كان رافض الفكره لانه جرب حاجات قاسيه اكتر. أيوة. فما كانش بتجيب نتيجه انما بعد كده لا هتبتدي عارفه يبتدي يفتح دماغه انا هسمع نصايحهم بقيت قادر اعمل ممكن اعمل بعد كده فور يور مينتين لايف ستايل يعني ده علشان حياتك اللي بعد كده صحيح تتغير يبقى كلها تتغير كلها. يبقى انا اولا لا اجهد مريض السمنه لا الومه ابدا اتكلم معاه بحذر واعتبره بني ادم حساس فوق ما انت حساس اديله حاجه سريعه فورا تجيب حاجه نتيجه فوريه بعد كده اعرف السبب ما تعطليهوش لحد ما تعرف السبب ابتدي معاه فورا من داي 1 خد القرار معاه واطلب حاجه امنه
قويه تجيب نتيجه فعاله، وبعد كده تعالى بقى نسيرش انا وانت هغير ايه من الاسباب وهعدلها واخليها صالحه. في تغييرات جوهريه وفي تغييرات ممكن تبقى وقتيه. بالزبط. على اعتبار ان هو هينتظم بقى. بالظبط. تمام. يعني مثلا مريض السمنه في 90% من الناس اللي من القرى بيكلموني ما كنتش عارفهم مثلا عندهم غده. نبتدي انا وهم الكورس الفعال، كورس نمبر 1، الكورس الفعال القوي بدايه سنه جديده اللي بينزل 40 كيلو، الاقي معدلات نزولهم انا بتكلم في 5 كيلو في الاسبوع مثلا، 6 كيلو في الاسبوع، طب دي 150 ما جابتليش غير 2 3 كيلو، لا تعالي بقى نعمل فيتامين دي، تعالي نعمل غده درقيه، تعالي نشوف التراكمي اخباره ايه، انكشها واعرف من تحاليل انت هتوديني فين وهصلحه. كويس. يعني انا دلوقتي ببتدي معاك خطوه ايجابيه ولازم ننزل. لازم نديله دفعه ان انت حضرتك مفيش حاجه اسمها يأس، مفيش حاجه اسمها حلمك مش هيتحقق. يوجد دلوقتي بقى التخسيس بالنسبه لنا كشركه او كدكاتره موجودين اسهل ما يكون. فريق طبي متمكن، نمر موثوق فيها قدامنا على الشاشه، بنتكلم بناخد حاجات، بنتعامل مع دكاتره التغذيه عاليين، نوصل لنتيجه فوريه. بعد اول اسبوع انا بقى هقيم لو 7 كيلو هيلثي ادلت يعني كويس او حرام، لو اقل من كده 3 4 تعالى هنكشك شويه واعمل شويه تحاليل، لان انا التارجت بتاعك معدلاته 7 5 7 4 3 معدلاته عاليه. فبالتالي ابقى انا كده حددت نوع السمنه وسببها وخلصتك منها تماما. كويس. عندنا بنوصل اوزان كبيره يا شيف عظيمه. انا عارف. كبير لحد 110 كيلو. وبننهي السبب، ولما بنهي السبب ده بيخليني اعرف اثبت. انا كده قلت لك هعمل الغده وروح اعمل لها مع دكتور الغده، انت سببك ايه المشكله، قضيت مع بعض الجرعات بتاخدها قبل الفطار على الريق وقبل اي اكله بساعتين، اعدل معاك كل حاجاتك وخطواتك، تبقى في الاخر وانت بتثبت لا يمكن ترجع. انتهاء الغدد الدهنيه من الجسم، الغده نفسها تتدمر، ابقى انا كده معايا عملت ايه؟ ان الكيس اللي عمال يعبي زي الشفط بالظبط، اللي عمال جاهز وعنده شراهه ان هو يعبي مره تانية، انا نهيته للنهايه، ما في اعشاب بتشيله خالص، في اعشاب بتصفي الدهون، وفي كمان حاجات بتخلي فيه السكر بتاع الجسم مظبوط. فانا بقى بالخلاط ده وبالخلطه دي او بالاعشاب الطبيه المرخصه وزاره الصحه اقدر اعمل ده واوصل معاك للنقطه دي. قبل بقى ما نبدا في التفاصيل ونعرف هو عباره عن ايه، خلينا ناخد مريم. يا مريم. اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. ممكن اكلم دكتور؟ طبعا اتفضلي معاكي حبيبتي. دكتور عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. بصي يا دكتور، حضرتك زي ما تكون كده فتحتي لي باب جديد والله العظيم في حياتي فعلا. يعني انا كان عندي مشكله والله، يعني بصي انا كل مشكلتي ان انا عندي الدهون متركزه في البطن والارداف، بس انا شكلي يعني كويس حلو. تمام. فانا كنت مخطوبه وكان كل الناس بتتريق على حته شكلي ديت اللي هو جسمي من تحت، حتى يعني مامته وكده، وحصلت مشاكل كتير بسبب الحوار دوت، ان هي يعني شايفه ان انا مش مناسبه وان انا بعد ما هنتجوز اكيد هتخن اكتر. يعني انت حماتك هي اللي بتقول لك ان جسمك من الجزء السفلي كبير قوي وبتتريق على شكل جسمك مع انك ان انت عارفه نفسك انت حلوه. ايوه جدا، وكمان ان انا دخلت في حاله نفسيه وحشه جدا، وعملت دايت وعملت رياضه وجربت حاجات من التلفزيون كتير جدا ومفيش حاجه والله جابت معايا نتيجه خالص، لدرجه ان انا كنت والله من العياط خلاص بقى اللي هو قلت هسيب نفسي كده، وفعلا خلاص كنت هسيبه ان انا الموضوع باظ. يعني انا دلوقتي انا بقالي دلوقتي شهر ونص ماشيه عليه بالظبط، كنت 80 كيلو النهارده انا 65 والله يا دكتور. زي ما بقول 80 كيلو بقت 65 ما شاء الله، الله اكبر. زي ما بقول معلش في شهر ونص، لدرجه ان هم فاكرين ان انا عملت تكميم والله العظيم. ما شاء الله الله اكبر. قصه انك تبقي جميله او رفيعه من فوق وجسمك من تحت شاخد واخد وضع تاني وسمنه في الارداف والشكل الكمثري. والله يا دكتور كنت باكل كل حاجه، انا كنت حرفيا يعني الناس فاكرين ان انا يعني اللي هو في حاجه حصلت غريبه، يعني اللي هو بقى ازاي كل ده في شهر ونص، يعني بطني فعلا دخلت لجوه. ما شاء الله. انا عملت رياضه وكنت بعمل دايت، عمري بطني دي ما دخلت ابدا، انا تملى خدت وشي والجزء اللي فوق، بطني دي استحاله كانت تخش استحاله. تمام. فانا بشكر والله حضرتك وبشكر الفريق الطبي بتاعك اللي طب والخطوبه انا انت هتتجوزوا امتى؟ احنا ان شاء الله في رمضان يعني باذن الله. الف مبروك، الف الف مبروك. الله يبارك فيك، وانا بشكر حضرتك وبشكر الفريق الطبي بتاعك اللي كان صبور معايا ومن اسئلتي وزني، فجد
فتحتي لي حياه جديده والله العظيم، بشكر حضرتك ربنا. شكرا ليكي يا مريم، شكرا ليكي حبيبتي. انا كان طبعا انا جايه اقول لهم النهارده اليوم المفتوح، مكالمة مريم دي انا هركز عليها وهقول عليها كل الحاجات، ولكن النهاردة انا بقول لكل جمهور الشيف عظيمة النهاردة اليوم مفتوح، اوبن بوفيه على الهدايا، اوبن بوفيه على الهدايا. هنتكلم على الارقام اللي موجودة قدامنا وهنتصل منها من خلال الواتساب، وهنبتدي نقول ان احنا عندنا هدايا الشيف عظيمة. هتقولوا ايه النهاردة؟ هدايا الشيف عظيمة، لان هي بداية السنة وانا سعيدة جدا بوجودي معاها. هقدم لكم كورس كامل كبسولات واعشاب ونقط، وعليها كورس تاني كامل كبسولات واعشاب ونقط وقهوه خضراء. احنا في حاجه غير الارقام ممكن يتواصلوا من خلالها؟ والواتساب بتاعه الارقام والفيسبوك، تمام، برضو في فيسبوك هنتواصل معاهم. وده ضروري دلوقتي لان احنا عندنا دي صفحه الفيسبوك. أيوة. وده قدامنا. احنا بنتكلم ان الحاجات دي دلوقتي نتفق ونتصل حالا، لان الهدايا اربعه. لو اتكلمنا دلوقتي ناخد الاربعه، ممكن نزود كمان على الاربعه. لو قعدتوا لاخر الوقت هتاخدوا اتنين. أوكي. تمام كده؟ ماشي. اتفقنا؟ بيبقى في سحب اكيد طبعا على المنتجات. ايوه بالظبط، بيبقى في ضغط شديد جدا جدا في التليفون، فبالتالي احنا منزلين اربع هدايا، واربع هدايا كبار مش هدايا صغيره، يعني حاجات قويه جدا تساعدك ان انت تخسي بصوره قويه جدا. كويس. طب انا لو انا اتاخرت على التليفون انا هاخد اتنين. تمام كده؟ انا عملت اللي عليا. اوكي. ناخد النهارده الهدايا بتاعت الشيف عظيمه، هناخد قهوه خضراء تكفيني شهر 30 يوم، طعمها كانك بتشربي احلى مشروب سخن في الدنيا. يعني من الاخر مش زي الاشربه اللي بتحس ان طعم الدايت فيها، لا ما بحبش الاعشاب، الكلمه دي اتقال كتير. لا، حضرتك هتاخديها وهتدعي تشربي مرتين او ثلاث مرات كمان، وبننزل بيها لوحدها 10 كيلو. وكمان هنزود معانا في الهدايا المالتي فيتامين. لسه بقول ان الفيتامينات قصه كبيره مهمة. جدا اصبحت مهمه في حياتنا، ما بقتش حاجه ترفيهيه يعني. ليه؟ لان احنا مش كلنا بنكسل في السلطه، كل للاسف محدش فينا بياخد كل الجرعات الثابته والوان الخضار يوميا. بالزبط. ولا فاكهه ولا الكلام ده خالص. بالظبط. وممكن تنسي وتبقى طقتك طقه واحده. صح. ولما اجي اتكلم معاكي واقول لك خسي فتنفعلي اكتر، فتمنعي اكلي، فتنسي السلطه اكتر، تقعي جسمك يقع، يبقى لازم ابقى وراكي بمالتي فيتامين قوي جدا. في لاكتوفيرين، لاكتوفيرين ده اللي بيبني الدوره الدمويه، بيمنع تساقط الشعر، بيطول الاظافر، بيحسن البشره. احنا بنتكلم على قصه كبيره قوي في المالتي فيتامين. يبقى قهوه خضراء، مالتي فيتامين، الكريم النحات بميه الذهب، ذهب عيار 24. يعني عايزه تدلعي السلوليت، الجلد المترهل، كلمه جلد مترهل اثناء نزول الوزن ازعاج طبعا، لازم الاهتمام بيه. وحتى من داي 1، لان احنا في فتره الشتاء بيبقى فيه جفاف شديد اصلا جداً في البشره. صحيح. فاهتمي بنفسك واطلبي كريم والتاني والتالت، وادهني مهما كان هيجيب نتيجه زي بالظبط المضاد الحيوي اللي بتحطيه على الجرح وبيخف. الناس كلها بتقول لي يا دكتور انا مش مقتنعه بفكره ان احط كريم اخس دي. بالراحه، الماده الفعاله هي الفايزر. مادة الفعالة قوية وتركيزها عالي، بتدهني بتلاقي في تحسن. أكبر عيادات التخسيس زي العيادات عندنا اللي موجود بنستخدم الكريمات دي في الكراي والكافيتيشن، تنحيف فوري، ممكن أنزلك كيلو في جلسة. بنعمل إيه تاني؟ إيه الهدايا التانية؟ السكر الحراري. زي الطعم السكر الابيض. يبقى انا قدمت لك اربع هدايا، ده غير الكورس الكامل الهديه. قولي لنا بقى الكورس وكلمينا عنه، عن كبسولات واعشاب ونقط. كبسولات ثانيه واعشاب ونقط، الاولاني بخصم 70%. هي. يعني هدفع 30% والباقي كله. عد معايا كده كم منتج هديه. او علبه كبيره، علبه السنه الجديده 2024 شيف عظيمه، كبسولات واعشاب ونقط، نازل عليها كبسولات واعشاب ونقط يكفوا شهرين كده. يكفوا شهرين. قهوه خضراء، سكر دايت، مالتي فيتامين، كريم نحات النحت الخصر. يبقى انا بتكلم في بوكس كبير، كورس هدايا جامده جدا. واللي انا بقول فيه ده هينزلني كام؟ 40 كيلو. برضو خلينا نتكلم تاني ازاي ينزل 40 كيلو. انا بتارجت ال 170 وال 180، انا معروفه بان الاوزان ما شاء الله اسرع يعني. كويس. اللي فوق ال 100، اللي فوق ال 100. خلينا يعني بما ان واذا يعني وزنك كبير جدا جدا، معدل الدهون كبير جدا جدا، انا هقدر انزل بسهوله جدا كميات كبيره. اما لما تبقى رفيع، اعرف ان انت واخد اقوى كورس 7 8 10 12 كيلو في شهر، كل ده هيبقى دن. كويس. تمام كده. طب بالنسبه لاني ايه الحاجات اللي بتوقفني على التخسيس؟ مزايا الكورس اول حاجه، الفعاليه المؤكده. تاني حاجه العلامه المائيه، مرخص وزارة الصحة. تالت حاجة بتكلم بقى أرقامكم دي بس، مفيش أرقام تانية أو الصفحة دي بس. والصفحة دي بس بنتكلم على النهاردة ضعفنا الهدايا، كان بدل هديتين بقوا أربعة. العرض حصري النهاردة بس في خلال الساعة بتاعة الحلقة. بتكلم كمان على
قوته بقى 40 كيلو ممكن يا جماعه اللي ما يلحقش يبعت رساله واتساب عشان تلحقوا دوركم في دلوقتي حالا احكي بالظبط. يعني دلوقتي انا بتكلم في قوته بقى، يعني انا اديت لك، في ناس بتفرد دواء كتير، في ناس تبعت لك مكملات غذائيه كتير تقول لك خد وخد وخد وخد، ولكن القوى الغذائيه بتاعته او ان هو يقدم لي ايه في خلال الشهر لا يتراوح اي شيء، او ممكن ناخده ويقول لك 3 كيلو في الشهر. ده بيحصل وده بيجي لي، وانا بشوف ناس كتيره عملت كده ومرت بده. الكلام ده يتناسب معايا تماما. والله العظيم والله العظيم ده حلفان احسب عليه 40 كيلو بس. تاني اتكلم على مين؟ على 170 160 130 فوق ال 100 انا بتكلم بثقه اقل حاجه 40 كيلو. اقل من ال 100 90 80 هيبقوا 30 25 كيلو، لان نسبه الدهون هي بما ان واذا قاعده رياضيه نظريه معروفه. تمام كده؟ لكل مريض سمنه مفرطه، لكل مريض سمنه مش عارف يتحرك، الخشونه اتكسرت، ده ينتبه جدا لاني بعمل نداء ليه من خلال النهارده. العرض قوي جدا اول السنه قبل ارتفاع الاسعار، قبل ما يعني قبل ما نقلل الهدايا، النهارده دي فرصه قويه جدا باربع هدايا ونلحق قبل ما يبقوا هديتين. طب ناخد عليا ونشوف عليا اكيد هتسال سؤال مهم بالنسبه للكورس. اتفضلي يا عليا. ازي حضرتك؟ اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. الحمد لله. عايزه بس اكلم الدكتور. طبعا معاكي حبيبتي، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا فندم، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، والله انا بحبك جدا، دي اول حاجه. اهلا بيكي يا حبيبتي قلبي. اهلا بحضرتك. بصي اول حاجه انا عايزه يعني عايزه اقول لك بس انا خسيت، بس انا يعني روحي اتردد فيها تاني بجد. حبيبتي الف مبروك. بس قولينا الاول. الله يبارك فيكي. بصي انا عندي 20 سنه. طيب. انا كنت باكل بكميه فظيعه جدا بالليل في الحلويات. شرح السكر. وبصي مش قادره اقول لك انا ازاي كنت الموضوع كان صعب بالنسبه لي، وكان حاجه جديده عليا جدا ان انا اصلا اكل بالليل حلويات كتير، وانا عندي 20 سنه يعني لسه بتحرك ولسه بنزل جامعتي وكده، فما كنتش عارفه اعمل ايه. وكنت بدوخ جدا، وكنت قبلها هبوط برضه. ايوه. ما كنتش بقدر خالص ان انا ولو قعدت شويه ما اكلش حلويات الدنيا تبوظ معايا وما بقاش قادره. فعملت تحاليل قالوا لي عندك داخله على مقاومه انسولين. تمام. فانت بتعمل حاله الشرايين في الحلويات. عندك مقاومه انسولين. فمش عارفه ما كنتش عارفه اعمل ايه بصراحه خالص. انا مكلمت حضرتك من شهر كده، فما كنتش عارفه اعمل ايه خالص بصراحه، بس خدت الكورس والدنيا ظبطت معايا جدا الحمد لله. خسيت كام كيلو؟ طيب نزلت قد ايه؟ في الشهر الواحد 15 كيلو. حلو جدا. يعني ظبط معايا جدا بجد. انا كنت خايفه قوي، واول لما عرفنا هنا في البيت ان انا عندي مقاومه انسولين وداخله على سكر، فالبيت كله اصلا ما عندوش حاجه زي كده، فخافوا جدا عليا وكانوا قلقانين وكانوا مكتئبين جدا وزعلانين. والبيت كله كان قافش وما كناش طايقين بعض اصلا. طب قولي لنا انت وصلتي للوزن اللي انت عايزاه بقى بعد ما اخدتي الكورس لمده شهر، ولا نزلتي وزن قد ايه؟ لا انا نزلت الوزن اللي انا كنت عايزاه، بس الفكره مش في يعني الفكره ان انا بطلت خلاص اكل الحلويات يعني. تمام. بسيط جدا. والانسولين برضو يعني يعني بدات اظبط بقى، وقالوا لي يعني قالوا لي تعالي بعد 3 شهور تعملي بقى تراكمي. عشان اعمل اللي هو التراكمي دوت ونشوف هنعمل ايه وكده. بس لا ظبط معايا، قالوا لي ظبط معاكي وما بقيتيش تاكلي سكريات كتير، وانا بجد فرحانه وشكرا جدا ليك يا دكتور بجد، وسعيده. شكرا. وشكرا للفريق. شكرا لمداخلتك يا حبيبتي والله، وميرسي ليكي. قولي لنا يا دكتور عقبي كده على موضوع مقاومه الانسولين. شرح السكر ومقاومه الانسولين. ده الاثنين دول ده تابع ليه على طول. التحليل يطلع لازم مقاومه الانسولين عليه. بالظبط كده. لازم. 93% من البنات المصريين سكر بالليل، دوخه، تاكل لقمه دوخه. صح. ضغط واطي، السمنه تلاقي جسمها بدا يتغير. بدا يتغير. اللي هي اتبعته ده اتباع طبي يعني في منتهى العقلانيه. بس. اروح اعمل تحاليل، حتى قبل ما تاخد من عندي اي حاجه هي راحت عملت تحاليل تعرف الاول الدنيا فيها ايه. ان في مقاومه انسولين عاليه. رجعت بعد كده دورت على ابسط الوسائل ان هي تخس بيها، والحمد لله
قدرنا ووفقت معاها ان هي تنزل 15 كيلو في الشهر، وده اللي بقولك عليه. هي لسه صغيره الحق كمان ما شاء الله، كويس جميل جدا. وابتدت بقى تقول انا مشكله السكر وشرح السكر بتاعنا كبنات بالليل انتهى، بقيت معتدله، ما بقتش كل شويه اجري على حاجه مسكره وانام وادوخ والكلام اللي بيحصل ده. بواسطه ايه برضو؟ الفيتامينات. خدي بالك برضو فيتامين د يتظبط شرح السكر يقل، المينرالز لان هما اروان اللي هو مقاومه الانسولين ده بيتحسن بالمعادن الزنك والنحاس والحاجات اللي موجوده جوه الكبسوله، في مواد كتير قوي بتخلي كل حاجه تتظبط، الكروميوم، الجرسينيا، كذا حاجه موجوده، القهوه الخضراء في الكورس. انت بتتغيري من واحده رايحه اتجاه سكر، هي بتقول لك البيت كله كان زعلان، ما هتروح سكر نوع تاني، متخيلي بنوته صغيره هيجي لها مقاومه، بعد شويه يجي لها اصغر منها والله بيحصل لهم ويجي لها سكر، ولا بابا عنده سكر ولا ماما عندها سكر، والعيله كلها في العيله زعلانه وحزينه. فاحنا بننقذ وبننقذ حالات كتير مشابهه بانك تتصلي بالنمر اللي موجوده، تاخدي الكورس بتاعنا النهارده لاسبابه ومميزاته القويه جدا. نزل الصفحه يا شباب عشان برضو تبقى الصفحه معروضه، اللي عايز ياخد سكرين شوت منها، هي دي الصفحه الوحيده من الفريق الطبي. ايوه، ومن الفريق الطبي، وبنبعت رساله على الصفحه اللي موجوده، بنتواصل مع كل الدكاتره، ولو عايزيني انا شخصيا انا بتواصل وبحل المشكله، وبنبعت لك الكورس المناسب بالهدايا وبالخصومات، وفي فلكسبيليتي عاليه جدا لراحه العميل. بالنسبه لكم، طب قولي لنا تاني الكورس والهدايا حلو جدا. شهر عليه شهر هديه، يعني هنمشي على 40. التارجت بتاعنا كام النهارده؟ 40 كيلو نزول. يا جماعه بنتكلم على الاوزان كمان اللي فوق ال 100، يعني دكتوره صفا بتتكلم على اوزان فوق ال 100، 130 و140 لحد 150 كيلو بالظبط. كبسولات واعشاب ونقط، عليها كبسولات واعشاب ونقط، نازل معاها ايه تاني؟ القهوه الخضراء السحريه، الكريم بميه الذهب، نازل كمان معانا السكر الدايت الحراري، واخر حاجه المالتي فيتامين اللي لا غنى عن اي حد بيخس. قبل الخسسان خد فيتاميناتك، جهز جسمك لعمليات الحرق القويه. كويس جدا، تمام كده. بنتكلم بقى على شرح السكر ومقاومه الانسولين. احنا بقى الكبسوله دي المفروض ان هي بتقعد معانا، بما انها علبه وعليها علبه يبقى شهرين. ده هيغطيني شهرين، 60 يوم. بس دي بقى مكتوب عليها ايه؟ ايه بقى؟ اكسترا بلس. اوكي. الكبسوله ذات الامكانيه، العقول العجيبه، تقدر تخليني يومين شبعان. اوكي. في عز الشتاء يا دكتور، في عز الشتاء. مكتوب كده اكسترا بلس. مكتوب عليها ان كل حاجه زايده ملهاش اثار جانبيه، ولا على مرضى قلب، ولا مرضى سكر، ولا ناس كبار السن، ولا احنا معانا من رينج 13 سنه زي ما الاف دي ابروفد قالت لحد 75 سنه. كويس. الشريحه بتاعه المعاشات اللي بيبقوا جسمهم كويس جدا اثناء الحركه، مش عجزوا 60 على فكره ما شاء الله، بينزلوا ما شاء الله، بينزلوا وبيبقوا في منتهى اللطافه، وجسمهم بيبقى متناسق، بتبتدي تقعد الحركه بتقل شويه، بيريح شويه في البيت، حتى نوعيه اكله بتقل ككم، يعني بيبقوش برده شرايطهم قوي، بس رغم كده بيبقوا صحتهم كويسه. أيوة الحمد لله. ايوه ما شاء الله، كل صغيرين والله، بس كل الحوار بالنسبه لي ان الحركه اليوميه بينزل وبيخرج ويروح شغله دي ابتدت تقل، فالميتابوليزم بتاعنا حصل له ايه؟ ابتدى ما بقاش بكفاءته انا اديك حاجه تنشط ده. فانا عندي من 13 سنه ل 75 سنه انا بخسس وبكفاءه، وبكفاءه كبيره جدا، ومهما كانت الدهون عنيده ومتراكمه من سنين. كويس جدا. طب احنا معانا التليفون صح كده؟ معانا سمر. يا سمر. ايوه مساء الخير. كلهم بنات. مساء الخير. كلهم بنوتات حلوين النهارده، حظنا حلو في اول السنه الجديده. قولي لي يا سموره. كبير. الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. وانت طيبه يا جميله وبصحه وسعاده. قولي لنا بقى، يعني ليكي اي استفسار من دكتوره صفا؟ انا نفسي اكلم دكتور صفا. هي معاكي، هي على طول، يلا كلميها. ازاي حضرتك يا دكتور؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ بصي انت منوره الشاشه ومنوره حياتنا، وانت مش عارفه انت عامله فينا ايه بجد، ربنا يخليكي لينا. ربنا يخليكي يا حبيبتي. انت فعلا غيرتي حياتنا حرفيا، مش كلام وخلاص فعلا. يا حبيبه قلبي شرفتيني، وربنا يكرمك، وميرسي لكلامك الحلو ده. لا والله جدا. انا مامتي جربت العلاج بتاعكم، انت مش متخيله انت عملتي معانا ايه فعلا. انا والدتي كانت الدكاتره كلهم بيقولوا لها لازم تعملي عمليه عشان تغير المفصل لرجليها. هي عمرها قد ايه؟ عمرها قد ايه؟ عندها 54 سنه. يا روحي ربنا يديها الصحه والعمر. كانت 140، والحمد لله الحمد لله دلوقتي بقت 100. الدكاتره الحمد لله قرروا ما شاء الله خلاص. 40 كيلو. الدكاتره الحمد لله قرروا ان هم مش محتاجين كده العمليه. على فكره انا حاسه ان انا في حلم والله، يعني انا بحكي الكلام وانا مش مصدقه. الحمد لله العمليه بتاعت العظم. صح. مفصل، تركيب مفصل الحمد لله. يعني هم الدكاتره كانوا قايلين لازم تخسي لازم تخسي، جربنا كتير ما كانش في اي، ما كناش عارفين نعمل حاجه. الحمد لله لما جربنا معاكم الحمد لله الدكاتره دلوقتي خست، قالوا خلاص مش محتاجه، والحمد لله احنا مكملين. بجد شكرا جدا ليكم، يعني انا مش مصدقه ما شاء الله. والدتي فعلا مش متخيله انت، احنا بنحبك قد ايه بجد.
يا حبيبتي، لان انا فعلا والدتي انت بتبقى غيرتي زي حياتي. والدتي بالظبط، ومرسي جدا وشكرا لاهتمامك بيها. يعني انت بتحسيه طبعا ده يعني انا بقوله ان كل بنت لازم تعمل كده، كل بنت لا لازم انت تحط اهلها في عاتقها الاول، واي حاجه شايفين طبعا نقدر نساعد بيها اهالينا لازم نمد ايدنا ونعمل ده. فانا لا اولا هي يعني والدتنا مرسي لك يعني، انت. لا والله ده هي فعلا يعني هي سندنا كلنا، فوالله احنا كنا بنبقى عاجزين مش عارفين نعمل معاها ايه، فكنا يعني ما كانتش بتقدر تمشي، واحنا مكملين ان شاء الله لغايه لما توصل لوزنها وتمشي تاني على رجليها زي زمان. فكتر الف الف خير إن شاء والله الله على يا اللي بنت، عملتوه شكرا معانا. لك يا سمر، ربنا يخليها لك يا حبيبتي، يا رب بصحة وعافية، وشكرا لك يا جميلة. نكمل يا دكتور غلاني. الموضوع بتاع المتصلة، النصيحة لأي بنت، أنا عايز أريح أهلي، أنا عايز أبسطهم، هم يبسطهم إن أنا أجيب لهم حلويات وأنا جاي ومروح، هم يبسطهم وأنا أجيب لهم عيش فينو، هم يبسطهم وأنا أجيب لهم مخبوزات. الكلام ده في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. راقبوا صحتهم مش مزاجهم، بتفرق جدا الكلمتين، ان هم يبقوا بالسكريات او بالنشويات، افضل رايح جاي اجيب عصاير مثلا او اجيب شوكولاتات، لا. الموضوع بالنسبه لي انا ممكن اقنن ده او اجيبه مع ايه؟ مع حاجه حارقه اساعد فيها ان والدتي ووالدي الناس اللي قعدت وحرقهم ما بقاش زي زمان، ان هم فضلوا طول عمرهم كويسين وصحتهم كويسه والتراكمي مظبوط والسكر معتدل والشهيه مظبوطه وبنقلل في ادويه الضغط والكوليسترول. كل ده ان يكون من الابناء شويه تجاه اولادهم، تجاه او ابائهم يعني. بتكلم على الكورس بتاع النهارده. ايوه يا ترى هيعمل معايا اللي انا بحكي عليه ده ولا لا؟ طبعا انا النهارده بجيب حاجه مناسبه لجميع الاعمار، مناسبه لجميع المشاكل، 90% من مشاكل السمنه تكاد تكون ل 100% من مشاكل السمنه بتحل بهذا الكورس العجيب. كبسولات اعشاب ونقط مع بعض، وتعقبي على الصور اللي معانا عشان أمر. ندي برضو دافع كده ايجابي للمشاهدين. شوف مع بعض حضراتكم النتائج الجميله اللي نزلت. صورة هي جميلة معبرة جدا، معبرة، لان الحمل، تراكم الحمل او تكرار الحمل 4-5 مرات، بطن مترهلة، زيادة في الوزن، ضعف في عضلات البطن، لو عندها فتاء، لو عندها جرثومة، لو عندها ارتخاء في عضلات البطن، كل ده بيأثر على الشكل، بيخلي الست حزينة ومكتئبة. ده غير المشكلة في الحركة، ده غير المشكلة في السكر، ده غير المشكلة في الضغط الجامد، ده غير المشكلة في النوم. دي كانت بتنام وهي قاعدة، ما عشان نفس بالظبط كده بتختنق. وهنا في عنصر رجالي كمان، والله نحيي عنصر رجالي. ايوه برضو طبعا اصبحت الثقافه دي برضو على مستوى الرجال كويسه جدا، والشباب كله على فكره لما بيتقرصوا على طول فورا، محدش بيكره الاكل. شوفي كل الفرق الناس بقى في اللبس، هو هنا انيق ازاي، البطن، خدت بالي؟ هو هنا سايب نفسه، وهنا واضح انه بدا يخلي باله منه، ولابس ابيض، قال يعني الابيض ده بيتخن في الصور جدا يا جماعه. لابس جلابيه جميله. هو ما شاء الله، هنا بقى هو انيق ازاي. ايوه بالظبط كده، مقاومه الانسولين، سكر نوع الثاني، كل الصور دي كلها كانت خطيره، وكان نازل فيها الوزن صوره كميات كبيره من 140 ل 100 ما شاء الله 30 40 كيلو. انهن في عجاله عشان احنا خلاص يعني حاضر. فوق الوقت، انا بس عايزاهم بسرعه يتصلوا. الكورس بتاع يا جماعه ده بيكفي شهرين. ايوه يا فندم. قول لنا بقى عباره عن كبسولات اعشاب ونقط، ونازل معاك كبسولات واعشاب ونقط وقهوه خضراء وسكر دايت وكريم النحات ومالتي فيتامين، وعد براحتك واتصلوا بسرعه علشان تلاقوا هدايا تانية كتير. حلو قوي النهارده يا جماعه 70% يعني ناخد عرض كويس، واللي مش لاحق يبعت رسائل واتساب. الصفحه اهي الصفحه الوحيده والارقام قدامكم، اختاروا اللي يعجبكم، ابعتوا عليه رسائل لو لقيتوا الارقام مشغول عشان تلحقوا وقتكم او حقكم في الكورس النهارده والهدايا في خلال وقت الحلقه. دلوقتي بقى اسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده. الله يخليكي حبيبتي. دكتورة صافي فتحي، نورتيني وشرفتيني بجد، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا لحسن المتابعة. ومن هنا الحلقة جديدة، أكيد أتمنى من الله ولا يكتر على الله، أشوف حضراتكم من هنا الحلقة جديدة على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة، وسلام عليكم.